بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويخدم كل خير. اليوم معنا ثلاثة أسماء، ثلاثة أسماء مشتقة من صفة واحدة، ألا وهي القدرة. فالله من أسمائه القادر والقدير والمقتدر سبحانه جل في علاه. اسم القدير ذكر في كتاب الله 45 مرة. القدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. واسم القادر ذكر في كتاب الله 12 مرة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم إلى آخر ذلك. وأيضا اسم المقتدر ذكر في كتاب الله 4 مرات، وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله أكبر. فالله هو القدير وهو القادر وهو المقتدر سبحانه، يفعل ما يشاء، صاحب القدرة، صاحب القدرة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات. اسمع ماذا يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. من هذا؟ إنه القادر، إنه القدير، إنه المقتدر، يفعل ما يشاء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ملك الملوك سبحانه جل في علاه. ولذلك إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس تذكر قدرة الله عليك. القدير، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك أحبتي في الله، أنتم تعبدون إلها قادرا قديرا مقتدرا سبحانه، يفعل ما يشاء. ولذلك الله عز وجل إذا أراد يغير نواميس الكون، ذلك الذي قتل 100 نفس فأوحى الله إلى القرية الصالحة أن تقاربي والقرية الفاسدة أن تباعدي، يغير ناموس الكون لأجل عابد آل يزري تائب، ما هو عابد تائب. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله عنده الحول والقوة والقدرة، يفعل ما يشاء. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة. الإنسان يا أخوان كما يقول جابر، يقول كان يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا الآية من القرآن أو السورة من القرآن. لماذا؟ افتقر إلى الله وسيختار الله لك الخير الطيبة. وإذا يقول صلى الله عليه وسلم، إذا هم أحدكم بالأمر فليقول اللهم إني أستخيرك بقدرتك، اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إلى آخر ذلك. دعاء الاستخارة، ثق تماما أن الله سيختار لك الخير الطيبة. اعزم، فإن كان فيه خير فسيسره الله لك، وإن كان فيه شر سيصرفه الله عنك. تذكر أن الله قادر، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يغني من يشاء، يفقر من يشاء، يعافي من يشاء، يمرض من يشاء، يرزق من يشاء ويحرم من يشاء. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى هو القدير القادر المقتدر سبحانه جل في علاه. هذا القدير القادر التجئ إليه، أحبه، أخدم دينه، احمل كتابه وسنة نبيه، لذ به، ادعه، توكل عليه، عظم رجاءك فيه، اتقيه في كل أحوالك، اسأله ما تريد. الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اسأل الله ما تريد، بل حتى الأمنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما هو يسأل ربه. إذن القدير القادر المقتدر، هذا يعطيك أمل عظيم. لا تقول لي الأبواب أقفلت، الطرق أقفلت، ما في حل. لا يا حبيبي، إذا أراد الله شيئا يقول إيش؟
كن فيكون. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.